برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة. في هذه الدورة الحمد لله بدأنا أطلقنا فئات مختلفة للتميز، الفئة الماسية ثم الذهبية ثم الفضية ثم البرونزية. نطمح بإذن الله تعالى أن تكون هذه الفئات محفز للجهات الفائزة أنها أيضا ترفع تستمر في رفع مستواها إلى الفئة الأعلى في الدورة القادمة. المعايير التي تم استخدامها لتقييم أداء المنشآت هي ما نسميه بنموذج التميز المؤسسي، يرتكز على ثلاث عناصر أساسية: المبادئ والمعايير وأداة التقييم المؤسسي. من خلال هذه المعايير، هي ثمان معايير رئيسية و28 معيار فرعي، هي تغطي كل جوانب التمييز المؤسسي داخل المنشآت. نحن في سابق سعيدين أن نكون جزء من هذه الجائزة اللي تحمل اسم الملك عبد العزيز المؤسس لهذا البلد المعطاء. الجائزة هي تهدف إلى تطوير البنية التحتية التنافسية من خلال الحوكمة والبرامج التي تساعد بمشيئة الله هذه القطاعات، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو مؤسسات غير ربحية، أن تكون بمشيئة الله يعني من ضمن منظومة العمل في هذا الاقتصاد السعودي الذي سوف يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030. مدينة الملك عبدالله الطبية تعمل جاهدة للجودة والتميز، وحصلت على جوائز عديدة دولية، منها الجي سي آي ومنها سباحي اللجنة الوطنية لاعتماد المنشآت الصحية، وتوجت في 2018 بفوز بجائزة الملك عبد العزيز عن القطاع الصحي الحكومي في مستوى الفضي. طبعا الفكرة كانت بدأت من معالي وزير الصحة بأن تشارك جميع المدن الطبية في هذه الجائزة، لما لمسوا من أهمية للتميز المؤسسي والعمل المؤسسي في القطاع الصحي. هذه الجائزة تحقق التنمية المستدامة وتعزز النمو الاقتصادي للبلاد وتشجع مختلف الجهات على تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي. للإخبارية عبد العزيز الموينع، الرياض.